البرزنتيشن اوتلاين الكونتنتس بتاعت المحاضره بتاعتنا بتكون من 7 بارتس. البارت الاولاني هنعمل انترودكشن على الهوريزونتال الاينمنت. البند رقم 2 ايه هي الفاكتورز الانفلوينسنج فور ذا سيليكشن اوف هوريزونتال الاينمنت، ايه هي العوامل المؤثره على ان احنا نعمل السيليكشن او نحدد الهوريزونتال الاينمنت اللي هو التخطيط الافقي، انواع المنحنيات الافقيه، البارامترز اوف هوريزونتال كيرف دي اللي من ضمن الحاجات اللي هناخدها برضه وهندرسها في المحاضره دي ان شاء الله، الفاندمنتالز ايه هي الحاجات الاساسيه اللي المفروض ان احنا ناخدها في الاعتبار معانا، ايه هي الفاكتورز اللي بتاثر على اختيار السوبر الفيجن، كلمه سوبر الفيجن هنشوفها قدام وايه هي وشكلها ازاي في الطريق نفسه والسايد فراكشن، وبعد كده هناخد سولفد اكزامبل. انا يعني في 4 امثله بيكفروا الموضوع المحاضره رقم 2. هنا نتكلم كده اوفر، نقول لو احنا هنعمل انتروداكشن على الهوريزونتال الاينمنت، فالهوريزونتال الاينمنت اذا سيريس اوف هوريزونتال وعايز اغير اتجاهه لاسباب قد تكون في من ضمن الكونديشنز يا جماعه، ان انت لو ما ينفعش الطريق يكون ماشي عندك على طول كده، يعني ما ينفعش اخد طريق مثلا محافظه المحافظه على طول. اول حاجه يعني الكونديشنز اللي الايجيبشن كود اللي اتكلم فيها قال لك ان احنا اول حاجه ما ينفعش الراجل وهو ماشي على الطريق ممكن يمل يحصل فيه خلل للطريق فممكن يعمل حادثه اكسيدنت ولا اي حاجه، ده حاجه. الحاجه الثانيه قال لك ممكن نعمل هوريزونتال كيرف كل 5 ل 7 كسر الطبيعه الجغرافيه او الكونتور بتاع الطبيعه نفسها، فرضا مش عارف اعمل اطبق ان انا اعمل منحنى افقي في الزون دي، فده برضه اللي هو افقي وانا بحطه، فمفيش حاجه اسمها ان انا امشي كده واقصر بزاويه حاده كده او زاويه منفرجه اغير اتجاهي، فاحنا بنلجا لحاجه اسمها الهوريزونتال كيرف. الهوريزونتال كيرف عباره عن تو تانجنت، ده بنسميه تانجنت وده بنسميه تانجنت اللي هو المماس والمماس، نقطه تلاقي المماسين دول فانا اقدر اعرف اعمل اللي هو الهوريزونتال كيرف، ممكن يكون بالمنظر ده وممكن يكون بالمنظر ده. طب ده احنا بنشوفه ازاي؟ يعني بيتضح لنا ازاي؟ الكونسبت بتاع الهوريزونتال الاينمنت يا جماعه ممكن يتقسم لتو بارتس، يا اما او الاينمنتس عموما ممكن نقسمها لتو بارتس. البارت الاولاني اللي هو الهوريزونتال الاينمنت وده اللي احنا بنشوفه في البلان فيو بنقدر نشوفه من فوق، او اللي انت تقدر تحسه ان انت العربيه بتخش يمين وشمال زي ما احنا ذكرنا المره اللي فاتت. اما العربيه بتطلع وفوق زي ما انت بتطلع وتنزل كده ده بنسميه الفيرتيكال الاينمنت، وده احنا بنقدر نشوفه. دكتور اتفضل. هو الشير سكرين راح ورجع خلاص، مش عارف في حد طالع من الشير سكرين تاني ورجع، يا اما كان مشكله عندي. كمل يا دكتور. خلاص تمام. الفيرتيكال الاينمنت انت ما تقدرش تشوفه في البلان، يعني ما تقدرش تبص ان بلان، ولكن لو انت عملت بروفايل للطريق نفسه فتقدر تشوف الفيرتيكال الاينمنت. كلمة ستيشن لو الطريق متقسم لستيشن، يعني ايه ستيشن؟ يعني انا عايز اعرف مثلا طول الطريق ده قد ايه، فادي الصفر بتاعي مثلا وبقى بفضل امشي كل شوية. كلمة ستيشن اللي هو مثلا فور اكزامبل اللي هو موجود قدام حضرتك 12 زائد 500، يعني ايه 12 ويعني ايه 500؟ 12 دي بتمثل اللي هو يعني اللي على شمال البوستيف ساين، 12 دي عبارة عن اللي هي ال 12 كيلومتر، يعني 12 كيلو 500 متر. يعني هات لي القطاع مثلا اللي القطاع 12 500 متر، 12 كيلومتر و500، يعني فاينل اقدر اقول ان لو طول المسار عندي 12 كيلو و500 اقدر اكتبه كلغه انجينيرنج او هاي واي انجينيرنج، اقدر اقول 12 زائد 500، يعني فاينل في الاخر احنا بنتكلم في 12500 متر. ثواني يا دكتور، في حاجه محمود السيد عبد الهادي، انت كل شويه بتعمل سكرين شير. سكرين شير ليه؟ بعزنك يا جماعه بس يعني دونت ديسترب مي، بعزنكم عشان بس نعرف نكمل الموضوع. خلاص يا باشمهندس خالد. تمام. ايه هي الاوبجكتيف بتاعت الهوريزونتال عندنا؟ ان احنا اول حاجه ان انا الموضوع يكون سيف نفسه، الموضوع يكون فيه سيفتي، والموضوع يكون فيه راحه فيه كومفورت.
فبالتالي انا برضو ان انا الراجل وهو ماشي في الطريق ده ما يتخضش وهو ماشي بسرعته، يعني فاينلي في الاخر هو ماشي مثلا، ماشي مثلا على سرعه 100 عايز ادخله الكيرف يقلل سرعته شويه بس ما يحصلش دروب فيه، يخش بنفس السرعه، فلازم يكون في سيفتي لنفسه والراجل برضو ما يتخضش. البرايمري تشالنج التحدي بتاعنا ان احنا بنعمل ما بين الترانزيشن بتوين تو دايركشن، ان احنا في اي اتجاه واتجاه اتغير، فبالتالي ان احنا لازم نعمل له هوريزونتال كيرف، فده من ضمن التشالنج بتاعنا اللي هو التحديات، ان احنا عايز اغير من اتجاه لاتجاه، ماشي مثلا في خط كده مستقيم عايز يخش يمين او شمال، فلازم يكون الكيرف مستريح معاه، الريديوس مناسب للسرعه التصميميه اللي على الطريق نفسه. الفاندمنتالز الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها او الكور بتاع اللاتشر بتاعنا، احنا بنتكلم على حاجه اسمها اللي هي سيركلر كيرفز اللي هي المنحنى الدائري والسنترفيوجل فورس، وبتوين براكتس كده احنا بنتكلم على حاجه اسمها سوبر اليفيجن. خلينا كده السيركلر كيرف ده المنحنى الدائري والسنترفيوجل فورس خدها مني كده دلوقتي لغايه ما نعمل عليها سبوت كده او نعمل عليها زوم ان في ذا نيكست سلايدز ان شاء الله، هي بنسميها حاجه اسمها قوه الطرد المركزيه. اسمعها مني كده ولغايه لما اوصل للموضوع ده السنترفيوجل فورس انا هقول لك ايه هي السوبر اليفيجن، ايه هي السنترفيوجل فورس اند سو اون. الفاكتورز انفلوينسينج فور ذا سيلكشن اوف هوريزونتال الاينمنت، ايه هي العوامل المؤثره لاختيار الهوريزونتال الاينمنت. خلينا احنا عندنا في 6 كونديشن ممكن نحطهم يعني ان يور مايند واحنا بنفكر ان احنا نعمل تخطيط افق. اول حاجه الفيزيكال كنترولز اللي هي التحكمات او التحكم الفيزيائي عن طريق التوبوغرافيه، شكل الطريق نفسه، التوبوغرافيه بتاعه الطريق ماشي ازاي، اند الووتر كورسز. الووتر كورسز دي اللي هي المجاري المائيه. خلينا نخش من ضمن الفاكتورز اللي هي الجيوفيزيكال كونديشنز، اللاند يوز اللي هي استخدامات الاراضي. هل وانا بعمل المنحنى ده هتعدى هاكل في حدود الناس نفسها؟ كل الكلام ده برضو من ضمن الحاجات، يعني عشان ما ينفعش اخش مثلا على قطعة ارض الناس بنينها والكلام ده وانا لازم اعمل هنا منحنى افقي عشان الكونديشنز الكلام ده، لا طبعا لازم اخد جميع الاعتبارات معايا وانا بعمل ديزاين للهوريزونتال الاينمنت، وانا بصمم نفسه المكان ده صح ولا غلط. طب الناس اللي حواليهم هياكل من الحدود بتاعتهم، هياكل من البرايفت بتاعتهم، من اماكن البرايفت اريا بتاعتها ولا لا، كل الحاجات دي لازم ناخدها في الاعتبار. من ضمن الحاجات برضو اللي احنا لازم ناخدها في اعتبارنا اللي هي الانفايرمنتال كونسيدريشنز، اللي هي دي برضو بتؤثر على الايفكت اوف ادجستمنت لاند يوز، بتؤثر على اختيار برضو هذا الاراضي. رقم 2 الكوميونتي امباكتس، التاثيرات البيئيه نفسها، والايكولوجيكال سنسيتيف اريا، الاماكن الخاصه نفسها. من ضمن الحاجات اللي احنا برضو لازم ناخدها معانا في الاعتبار اللي حاجه الفلوس اللي هي الايكونوميك كونسيدريشن، تحتيها بنود كتير دي، يعني احنا جاست ان انا بعمل يعني على سبيل المثال وليس الحصر زي ما بيقولوا، اللي هي الكونستراكشن كوست، تكلفه الكونستراكشن قد ايه، تكلفه الانشاء قد ايه. في حاجه اسمها الرايت اوف واي، ايه هي واحنا بنختصرها لحاجه اسمها الار او دبليو كوست. الرايت اوف واي اللي هو حدود نزع الملكيه، حدود نزع الملكيه. لو اخدت سيكشن في الطريق نفسه، لو اخدت لو انت ماشي كده بالعربيه بتاعتك قسمت الطريق كده بالنص كده قدام وش العربيه، طول المسافه دي كلها دي من ضمن الفلوس اللي احنا بنحطها. بالاضافه حاجه اسمها اليوتيليتي، اي حاجه يوتيليتيز موجوده الامباكت، وعمليات الصيانه والمينتيننس سكادول او المينتيننس نفسها اللي هي الصيانه والاوبريشن والتشغيل، كل دي من ضمن العوامل اللي بتاثر على التكلفة الاقتصادية اللي احنا لازم ناخدها في اعتبارنا واحنا بنصمم المنحنى الافقي. في الهاي واي كونسيدريشن طبعا احنا ذكرناها المرة اللي فاتت، يمكن الهاي واي كلاسيفيكيشن ازاي ان انا اعمل كلاسيفيكيشن للهاي واي، الفانكشنال كلاسيفيكيشن، ال او اس اللي هي ليفل اوف سيرفيس، مستوى خدمة الطريق، هل مستوى الخدمة بتاعته اي ولا بي ولا سي ولا بي ولا وات ايفر ايه بقى، ايا كان مستوى نظيف، مستوى اقل نظافة شوية، او الديزاين ستاندردز. الهيومن فاكتورز برضو من ضمن الحاجات اللي بتاثر على ان انا العوامل اللي انا بصمم فيها المنحنى الافقي، البيرسونال كونديشن، الايدج نفسها، والهيلث، الديجري اوف كومبلكس، درجه تعقيد الموضوع، درجه السربرايز نفسها، والاكسبيرينس، كل الحاجات دي لو هو قابل منحنى افقي وقت ما هو ما يكونش يعني
مش مركز فيه او مش فوكس عليه. كل الحاجات دي عامل الخبره، عامل الاندهاش، عامل درجه التعقيد بتاعه الموقف السيتويشن نفسه، كل الحاجات دي. الراجل سنه قد ايه، شباب ولا اوفر ايج ولا اي شيء اخر. ايه هي انواع الهوريزونتال كيرف؟ انواع الهوريزونتال كيرف ان احنا بنقسمها لاربع حاجات، منحنى بسيط اللي هو السمبل كيرف، وبعد كده الكومباوند كيرف منحنى مركب. وهنعرف هناخد الحاجات دي هايلايت كده مع بعض في المحاضره، حواليك اشكالها قد ايه. خلينا نكمل اللي هو رقم 3 العكسي اللي هو الريفرس كيرف اللي هو الاس كيرف، وبعد كده اللي هو رقم 4 والاخير اللي هو السبايلر كيرف، سبايلر المنحنى الحلزوني. دي انواع الهوريزونتال كيرف. طب خلينا نخش على البارامترز اوف هوريزونتال كيرف. ايه البارامترز اللي بتكون لازم اخدها في يعني في دماغي وانا بعمل الهوريزونتال كيرف؟ اول حاجه الطبيعي اللي هو احنا بنتكلم في حاجه اسمها الريديوس اللي هو نص قطر المنحنى الافقي. وانا بعمل هوريزونتال كيرف لازم اخد في اعتباري اللي هو الديزاين سبيد اللي هو السرعه التصميميه على المنحنى. الراجل ده هيخش المنحنى انهي سرعه؟ رقم 3 السايد فراكشن كوفيشنت. خلي بالك، خليني كده اقف بس كده عند الكلمه دي. سعادتك عندك اف، الاف دي انت خدتها معايا المره اللي فاتت في قانون الستوبنج سايد ديستانس، وخدت معايا النهارده اف اللي هي السايد فراكشن، ولكن الاثنين بيختلفوا. الاثنين بيختلفوا، ده معامل احتكاك جانبي، وهناك اللونجيتيودنال فراكشن ليه معاملات. الاثنين ديبند على السرعه، بطلعهم من تيبل السرعه، ولكن ده تيبل سيبريت عن التيبل الاخر اللي هو السايد فراكشن. ثانيه يا دكتور محمد محمود، ايه في الشير سكرين؟ مش عارف هم مفتح شير سكرين ليه. خلاص رجع تمام. السايد فراكشن اللي هو معامل الاحتكاك الجانبي ما بين العجله والطريق. في احتكاك جانبي ما بين العجله والطريق اثناء دخولها على المنحنى، اثناء دخول المركبه على المنحنى. بنجيبها ازاي؟ بنجيبها من التيبل اللي انا هعرضها على قدام حضرتك، وهو ديبند برضو على السرعه. خليني كده اقف واسبوت على الموضوع. الاف اس غير الاف ال. الاف ال اللي هو في قانون الايكويشنز بتاع الايكويشن بتاع الستوبنج سايد ديستانس اللي هو الاس اس دي، ده اللونجيتيودنال فراكشن. بيتجاب من تيبل، بس ده غير ده. السايد فراكشن ديبند على السرعه، ولكن بنجيبه من التيبل اللي هيظهر قدام حضرتك اللي هو التيبل اللي فوق. بنجيب من الديزاين سبيد بنجيب السايد فراكشن كوفيشنت. سعادتك ملاحظ برضو ان كل ما بتزيد السرعه كل ما معامل الاحتكاك بيقل، ده بديهيا عشان مساحه التلامس او وقت التلامس نفسه قل. احنا قلنا ان احنا عندنا اربع كيرفات او اربع انواع. النوع الاولاني اللي هو السمبل كيرف المنحنى البسيط خالص. بعد كده عندنا حاجه اسمها كومباوند كيرف. اثنين كومباوند كيرف لو انت شايفه بالمنظر ده الاثنين ليهم ريديوس مختلف، ولكن نقطة نهاية الكيرف الأولاني هي نقطة بداية الكيرف الثاني، وده ساعات بنعمله. الريفرس كيرف اللي هو اللي احنا سميناه اللي هو الاس كيرف اللي هو يعني يمين في شمال زي ما بيقولوا، مفيش مسافة ما بينهم. السبايلر كيرف اللي هو المنحنى الحلزوني اللي هو الراجل ماشي. ما تقوليش ان ده زي ده، لا، الراجل ماشي فليه ار وبعد كده دخل على ار وبعد كده رجع لنفس الار عشان يطمن عليه. ايه الفاندمنتالز اوف هوريزونتال الاينمنت؟ احنا اتفقنا احنا يمكن في السلايد الاولانيه ان احنا كان عندنا تو فاندمنتال. الفاندمنتال الاولاني اللي هي السيركلر كيرف اللي هي المنحنى الدائري، والحاجه الثانيه اللي انا قلت لك اسمعها كده مني وهنشوفها قدام اللي هي السنترفيوجال فورس. ما بين قوسين السوبر الفيجن ده اللي هي قوه الطرد المركزيه. خلينا نمسك الاول فاندمنتال عندنا اللي هي المنحنى الدائري. اهم عامل له اختيار نص القطر بتاعه، والار ديبند على السرعه. بمعنى الفي دي اللي هي ديزاين سبيد بتكون بالكيلومتر بير اور، والار مينيمم. الار مينيمم تكون موضحه لنا ان هي ويدن رينج معين، يعني ممكن ناخدها ب 65 ممكن ناخدها ب 62 اند سو اون. يعني هو مديك رينج ده انت تشتغل فيه. مفيش حاجه اسمها احنا يا جماعه احنا نيجي نصمم مش 1 زائد 1 بتساوي 2، لا. احنا لو دخلنا جوه الرينج نفسه فاحنا اوكي ساتسفاي والموضوع سيف وزي الفل، ولكن خرج بره الرينج اوت اوف رينج سواء بالزياده او بالنقصان فده يعني ان سيف، وبالتالي مش هيكون العمليه مقبوله. يعني
سعادتك لو ملاحظ، لو ملاحظ كل ما بالسرعه بتزيد، يعني انت سعادتك ماشي بسرعه عاليه كل ما الراديوس بيزيد، فبالتالي انت محتاج راديوس يحافظ على السرعه بتاعتك وانت داخل على المنحنى. يعني انت ماشي مثلا بسرعه 120 مثلا، فانت محتاج الار مينيمم بتاعتك 1000، يعني اقل، اكبر من 1000 زي الفل، اقل لا انسيف. في حاجه اسمها ديجري اوف كيرف اللي هي دي عليها درجه من فوق كده، درجه المنحنى الدائري او درجه المنحنى الدائري، هي الزاويه المركزيه التي تقابل القوس من المنحنى طوله 1 تشين، تشين يعني جنزير، هي الزاويه دي. عايز اعرف الدرجه بتاعه الكيرف ده قد ايه. خلينا بالطريقه العاديه خالص، طول القوس ده مش هيساوي 2 باي ار، ده قانون احنا عارفينه، ان احنا عايز نجيب القوس ده هتساوي 2 في الباي في الار اللي عملت القوس ده. حلو، يعني خلينا خدنا ال1 تشين اللي هو ال 100 فيت او ال 30.5 متر، هاخد ال 30.5 متر هضربها في 2 باي ار في دي على 360. طب ليه في دي على 360؟ عشان دي الانجل اللي عملت القوس ده. تمام، 360 بحول من ايه؟ من راديان لايه؟ تقدير 60. فاينلي في الاخر اقدر اقول ان الار سي هتساوي 1746 على الدي اللي هي الديجري اوف كيرف. وممكن اقول برضو الديجري اوف كيرف هتساوي 1764 على الراديوس بتاع السيركلر كيرف بتاع نص قطر المنحنى الدائري. ففرضا في المثال، ففرضا اهو في المثال سعادتك مديك هو الديجري اوف كيرف وقال لك هات لي الراديوس، نعرف نحط الديجري اوف كيرف تحت ال 1746 واعرف اطلع منها نص قطر منحنى الافق. حلو. حاجه ثانيه مش فاهم ايه الجنزير ده. الجنزير ده هو التشين، يعني يعني 100 فيت ده حاجه ثابته يعني؟ هي 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 حاجه بس توضيحيه، انا عايز اقول لك ان الرقم ده جه منين بس فقط لغير الفهم. بس هي عموما التشين نفسها او الجنزير او الطول نفسه، احنا اليونتس بتاعته بال 100 فيت، يعني يمكن انت لو خدت اليونتس كده في السيرفينج في الاول فانت قد تكون سمعت، قد تكون سمعته، عشان بس ايه كلامي يكون سبيسيفيك شويه. في اللينس اوف يونتس في وحدات قياس الاطوال، في من ضمن الحاجات اللي هي التشين، ودي خلي بالك دي مش لغه مصريه، يعني الموضوع ده يعني مش في الكتب المصريه فقط لا غير، لا الناس دي بيتكلموا في حاجه اسمها التشين لينس نفسه. تمام، ولكن هي دي عايز اجيب، هو قال لك ان الواحد اللي هو 1 تشين بيعادل 100 فيت، يعني اللي يمثل 30.5 متر. اوكي، بس فاينلي في الاخر انا مش عايزك تبص على الحاجات دي، انا عايزك تبص على دي نفسها تفهمها. عايز اجيب اي طول اي قوس، سيبك من 30.5، هتساوي 2 في الباي في الار اللي هو عاملها في الديجري في الزاويه اللي هو عملت القوس دي، بس كده. وقسمنا على 360 عشان احول من تقدير لتقدير اخر، من الراديان عشان ده جوه دائري عايز احوله 360 درجه، فبقسمه على ايه؟ 360. ماشي يا باشمهندس؟ معلش يا دكتور اسف. تمام، في حاجه ثانيه؟ ايوه يا دكتور، ممكن سؤال بس؟ ممكن السؤال نأجله في الآخر. عندك رقم السلايد تحت اهي. هو أنا عايز السلايد كله تاني مش أكتر. عايز تعيد السلايد كله تاني؟ اه، حضرتك شرحته بسرعة بس، ودي أهم سلايد يعتبر، لأن لو فهمتش ده مش هفهم اللي جاي. ماشي، بس بعد كده بعد إذنك مش هعمل كومبليت للسلايد. يا دكتور، دكتور بعد إذنك في حد عمال يعمل شير سكرين والصورة عمالة تروح وتيجي. في كذا حد عمال يعمل شير سكرين، بس هي بتقف على طول بعدها بثانيتين، فانا ما بقولش لحضرتك على اساس ان هو ثانيتين والموضوع بيخلص، بس هي حصلت كذا مره ومن كذا حد. طب بص، بص يا باشمهندسين، احنا ناس كبار وناس المفروض مدركين احنا بنعمل ايه كويس. اي اهو حد هيخرج عن نظام المحاضرة اللي أنا حاطه أو هيتجاوز، الدنيا مش هتكون لطيفة. اتفقنا؟
باشمهندس خالد عندك البرميشن مني اي حد هيفتح شير سكرين هيعمل حاجه في الكونفرزيشن واحنا بنتكلم بنضيع وقت اي حاجه من الحاجات دي هيتكلم من غير ما يعمل ريز يور هاند. باشمهندس خالد سامعني؟ سامع حضرتك. بعد اذنك اكتب لي الكود بتاعه. الكود وانا بتاعه. مش ظاهر عندي الكود، ظاهر عندي الاسامي رباعي او ثلاثي. حلو. انا 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 مش ظاهر عندي الاسماء كلها، في ناس ظاهره وفي ناس مش ظاهره. anyway هات لي الاسم بتاعه وانا عارف هتصرف معاه ازاي. تمام. فانا باشمهندس خالد طيب معلش السؤال يا دكتور بس معلش الناس كلها وهنقف نتكلم نعمل كل شويه هول لسه ما كملتش تلت ساعه ولسه عندنا 17 سلايد ولسه هناخد الاتندنس الناس اللي كلها رفعت ايديها بعد اذنكم انا هعيد السلايد دي تاني اللي هو الباشمهندس قال لي عليها وخالد هيعرفني على الناس اللي رفعت ايديها واساميها ايه وهيبداوا يتكلموا اتفقنا بخصوص رفع الايد بس يا دكتور ايوه إيه؟ بخصوص رفع الايد لما اي حد يرفع ايده اقول لحضرتك ولا هنسيب الاسئله دي لاخر الليكتشر في حد حصل على شلد واضحه يا دكتور من ضمن الفاندمنتالز احنا عندنا تو فاندمنتالز اول حاجه اللي هو السيركلر كيرف اللي هو المنحنى الدائري المنحنى الدائري ده اهم عنصر فيه الفاكتور من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها اللي هو حساب نص القطر اللي هو الريديوس الريديوس ده ديبند على السرعه التصميميه اللي على الطريق حلو قوي السرعه التصميميه اللي هي الفي الفي دي اللي هي بنحسبها باليونتس بالكيلومتر على الاور كيلو على الساعه حلو والار مينيمم اللي هو نص قطر المنحنى نص قطر المنحنى الدائري حلو التيبل ده طبعا ساعتك مش هتحفظه عشان بس برضو ان يور مايند حلو السرعه كل ما تزيد السرعه عند حضرتك كل ما الار عندك بتزيد بديهيا وانت ماشي في الطريق بسرعه 100 زي وانت ماشي بسرعه 40 استحاله طب تخيل انت داخل بسرعه 100 جوه المنحنى فانا لازم ازود لك نص القطر بتاعك عشان الراجل يخش المنحنى ما يحصلش تيرن اوفر ما يحصلش انقلاب ما يحصلش العربيه ما تقلبش معاك فبالتالي انا لازم احافظ له على السرعه بتاعته عن طريق ان انا ازود له الريديوس فكل ما بتزيد السرعه كل ما الريديوس بيزيد الديجري اوف كيرف اللي هي درجه المنحنى الدائري درجه المنحنى الدائري هي الزاويه المركزيه التي تقابل القوس من المنحنى طوله 1 جنزير طوله 1 100 فيت او 100 فيت طوله 30.5 متر كل الحاجات دي تحت الصيغه دي حلو طب طول القوس هيساوي 2 باي ار في الزاويه اللي عملت القوس طب ايه 360 دي عشان ده تقدير دائري راديان عايز احوله لدجري ومينتس وسكند فقسمت على 360 فاينلي في الاخر عايز اوصل للايكويشن دي اللي هي الار سي هتساوي 1746 على الدي حيث الدي اللي هي الديجري اوف كيرف بمعنى لو انا مديك الديجري اوف كيرف اعرف احطها على 1746 واطلع منها النص قطر المنحنى كلامي واضح طب لو انا مديك الار سي اعرف اطلع الديجري اوف كيرف اعرف اطلعها هما تو انون جوه ايكويشن بس يبقى لو مديك لو انا مديك الار سي مديها لك ب 60 مثلا اعرف اطلع الدي اعرف اطلعها هقول ساعتها ان الدي هتساوي 1746 على ال 60 اللي هي الار سي وساعتها اعرف اطلع الدي اوف كيرف من ضمن الفاندمنتالز الثانيه اللي هي سنترفيوجال فورس سنترفيوجال فورس خلينا بس كده ايه اللي انا عايزك تعرفه وايه اللي انا عايزك تحطه يعني از ا ماتر اوف ساينس يعني من باب العلم حلو دلوقتي خلينا نقرا الكلمتين كده مع بعض دول وهشرح لك ايه اللي في الصوره اللي عند حضرتك عند دوران المركبه في منحنى افقي فانها تتعرض لقوه الطرد المركزيه الراجل وهو داخل على المنحنى ده يا باشمهندسين في حاجه عايزه تزق لبره لو انت داخل بسرعه عاليه الحاجه اللي بتزق لبره دي اللي بنسميها حاجه اسمها الاف سي او السي اف اللي هي السنترفيوجال فورس قوه الطرد المركزيه هذه القوه تسبب انزلاق للعربة او انقلابها اذا كانت السرعة عالية بالاضافة الى مضايقة الراكب نفسه الباسنجر كومفورت مش هتلاقيها موجودة خالص حلو قوي طب دلوقتي الراجل وهو ماشي كده انت ملاحظ ان هنا في حاجة ارتفاع كده زيادة
خلينا ده بنسميه الحته دي ده الايدج ده بنسميه الحافه الداخليه او بنسميها الانر ايدج او بطن الطريق او بطن الطريق. حلو ده بنسميه الاوتر ايدج. حلو وبنسميه ظهر الطريق وبنسميه الحافه الخارجيه. تاني يعني الحته دي بنسميها الانر ايدج دي بنسميها الاوتر ايدج بنسميها بطن الطريق بنسميها ظهر الطريق. حلو الحافه الداخليه للطريق الحافه الخارجيه للطريق. حلو طب ارتفاع النقطه دي عن النقطه دي هي دي السوبر اليفيجن ارتفاع ظهر الطريق عن بطن الطريق الحته دي هي السوبر اليفيجن وده اللي انا عايزك تعرفه في الـ في الـ في الـ في التو ايمج اللي قدام حضرتك دي. بس من ضمن الحاجات عشان اتغلب على قوة الطرد المركزية عندنا تلات اتجاهات او ثري ويز. اول حاجة بالسايد فراكشنز ففي الحالة دي انا مش هعمل سوبر اليفيجن يعني حاجة قوة الطرد المركزية هتساوي السايد فراكشن معامل الاحتكاك الجانبي. هاي طب في الوي التاني هعمل سوبر اليفيجن يعني نو فراكشنز نو فراكشن يعني مفيش احتكاك جانبي. حلو الحاله الثالثه سايد فراكشن وسوبر اليفيجن يعني دمجه ما بين دي ودي ودي اللي انا عايز اوصل عندها في الاخر. انا لازم ما ينفعش ادخلك على الستيج رقم 3 الا لما تكون اوير بالموضوع ده ما بين الستيج الاولاني او ما بين الوي الاولاني والوي الثاني والوي رقم 3. خليني انا همسك لك واحد واحد وهنعمل سبوت عليه واقول لك ايه اللي انا عايزك توصل له منه. تمام اول حاجه اللي هو السايد فراكشن اللي هو السنترفيوجال فورس مع الاحتكاك الجانبي ده عشان العربيه تو افويد سلايدنج يعني تتجنب الانزلاق. حلو قوي ايه اللي انا عايزك اوصله معاك في الاخر؟ عايز اوصل معاك للمربع ده وده اللي انا عايز اوصله لك. اذروايز ده الناس اللي عايزه تحسب بقى ايه الايكويشن دي جت منين. انا مش مطالبك انك تعرف الايكويشن دي جت منين اهو كلامي واضح. انا عايز اوصل معاك ان الاف اس هتساوي بي سكوير على 127 الار سي. شكرا وده اللي انا عايزه من حضرتك الاف اس هتساوي بي سكوير على 127 الار. اما القوانين دي جت منين لو سعادتك اخدت سيكشن في الطريق بالمنظر ده ادي الانر ايدج وده دي الاوتر ايدج فده الدبليو فانت هتعمل معادله البالانس ما بين ده وده وهتوصل في الاخر ان الاف اس هتساوي بي سكوير على 127 الار سي. وانا سعادتك انا مش طالبك تعرف القانون ده جه منين او البروف بتاعه جه منين. انا عايز اوصل بس ده اللي سعادتك هتحفظه اللي هو الايكويشن. حلو الاف اس اللي هو كوفيشنت اوف سايد فراكشن اللي احنا خدناه قبل كده اللي هو ديبند على السرعه. اتفضل محمود السيد عبد الهادي عمل برضو سكرين شير وانا خدتها صورتها بالموبايل عشان هو مش مصدق. دكتور اقسم بالله انا عامل حاجه انا قاعد ساكت اهو ما اعرفش حد بيلعب اصلا في انت لو على جروب الدفعه هبعتها لك دلوقتي لو انت مش مصدق. والله انا ما اعرفش مصدق الناس كانت ساكت عليا يا دكتور على باشمهندس محمود ما تتكلمش الا لما اقول لك تتكلم. هنتكلم في الاخر. انا مش دكتور اصل الناس كلمت مش حاجه اصلا كلامي يا دكتور مش هو اللي عمل سبوت هو ممكن حد يعمل عليه هو سبوت فهو مش هو اللي عملها. باشمهندس خالد باشمهندس محمود بعد اذنكم اللي انا اقول عليه يتكلم هو يتكلم. انت ما عندكش الحريه ان انت تفتح المايك قبل ما ترفع ايدك. هتعمل بعد كده هعمل لك ريموف للميك. بس والله يا دكتور بس حضرتك بقول لك الناس بتكلمني وبتقول انا بعمل كذا انا ما عملتش حاجه. اي حاجه عايز تحطه في نفس السلايد دي وخليني برضو ان انا قعدت اقول لك ان الاف اس غير الاف ال. حلو يبقى وصلنا للاخر اول حاجه اول كيس ان الاف اس هتساوي بي سكوير على 127 ار سي. هاي طب تعالى الفاندمنتال الثانيه اللي هي السوبر اليفيجن اللي هي نو فراكشن مفيش احتكاك. قال لك معدل هو معدل ارتفاع الظهر عن البطن اللي هو الاي اللي احنا اتفقنا عليه تتراوح القيمه من 2 ل 12
قال لك من 2 ل 6% في الطرق الايربن اللي هي الطرق الحضريه الطرق اللي جوه المدينه، وقال لك من 6 ل 12% بتزيد في الطرق الخلويه اللي هي في رورا. اللي انا عايز اوصله لك في الرسمه الكروس سيكشن اللي تحت ده، عايزك تكون عارف ايه. اول حاجه لو انت اخدت كروس سيكشن للطريق، لا ادي سنتر لاين الطريق، اعتبر ان الطريق ماشي جوه اللاب او جوه الموبايل اللي انت ماشي عليها في الصوره اللي انا اللي على ايدك الشمال. لازم يكون في ميل هنا ولازم يكون في ميل هنا. الميل ده والميل ده سعادتك اللي هو الكراون اللي هو الجي. ايه هو الجي ده؟ سعادتك ما ينفعش الميه، ما ينفعش الميه تقف في سنتر لاين الطريق او تكون في نص الطريق. فبالتالي لازم اعمل لها ميل جانبي وميل جانبي كده وميل جانبي. انا كلامي واضح؟ يعني لازم الطريق يكون مايل عشان الميه اما المطره تنزل كده على الطريق ما يقعدش يتفرك في نص الطريق يبوظ لي الطريق، ولكن يجي على جنب الطريق وعن طريق الدرينج او المانهول اللي انا بصممها البلاعات، فبالتالي الميه بتنزل. فعشان كده احنا بنعمل ميل للطريق ده. ممكن يكون الميل مقسوم نصين كده، ممكن لو هو فرده واحده فبالتالي الغي جنب الشمال ده وهيكون ميل ناحيه اليمين فقط لغير، وهكذا. الرسمه دي اللي هي الاي اللي انا قلت لك عليها اللي هي ارتفاع ظهر الطريق عن بطن الطريق، وده اللي انا طالبه منك. انا مش عايز اعرفك اكتر من كده بكتير، يعني ده الاوتر ايدج والانر ايدج ده احنا اتكلمنا عليها. كل الكلام ده اللي ابتدى ده انا عايزك اللي تعرفه هنا ان هي دي هي الاي بس اللي هي مقدار الارتفاع الظهر عن البطن. شكرا. نخش بعد كده على الاثبات بتاعه. انا مش طالبك في الاثبات، انا عايز اوصل للايكويشن دي فقط لا غير. عايز توصل للاثبات، ادي عندك اهو هتعمل معادله الاتزان دبليو ساين الفا هتساوي في سكوير على جي اند سو اون. انا عايز طلب من حضرتك ان الايكويشن دي بس فقط لا غير، واللي هي اي هتساوي في سكوير على 127 الار سي. هاي في الاول حاله اللي هي في النو فراكشن كانت الاف اس هتساوي في سكوير على 127 الار سي، وفي الحاله الثانيه في حاله السوبر اليفيجن ان السوبر اليفيجن والاي هيساوي في سكوير على 127 ار سي. الحاله الاولانيه. في الحاله الثانيه الترم ده ثابت اللي هو في سكوير على 127 ار. في الحاله الاولانيه كان هنا اف اس، وفي الحاله الثانيه اللي هو الاي. قال لك في نوت كده خدها من يور مايند، العربيه لو وقفت في المنحنى فانا ما باخدش السرعه كامله، باخدها 75% من السرعه. تمام؟ الثالثة بتاعتنا اللي هي السايد فراكشن والسوبر اليفيجن. في الحالة الأولانية احنا قلنا إن الـ F هتساوي V سكوير على 127 الـ R. الحالة الثانية الـ E هتساوي V سكوير على 127 R. الحالة الثالثة اللي هي الميكس ما بين الحالتين. هنقول E زائد الـ F S هتساوي V سكوير على 127 الـ R. في نوت إذا زادت الـ E عن 1 متر يتم أخذها بـ 1 متر، ولا يوجد لتعديل للسرعة أو الـ RC. يعني السوبر اليفيجن لو زاد عن 1 بواحد ولا يوجد تعديل للسرعه او الار سي. وعند حساب الاي اذا كانت القيمه سالبه فاحنا مش محتاجين نعمل سوبر اليفيجن، وهيكتفي بس بالاحتياج الجانبي بالسايد فراكشن. حلو. يعني لو هنا الاي طلعت عندي بالنيجاتيف فبالتالي هي الاف بس كفيله قوي انها تعمل كنترول للعربيه جوه المنحنى. ايه هي الفاكتورز انفلونسنج فور سيلكشن اوف سوبر اليفيجن والسايد فراكشن؟ معلش يا دكتور انا اسف، هو رافع ايده يا دكتور باشمهندس. السؤال ما يستناش لحد الاخر ولا الشاشه عندك وقفت؟ سؤال بسيط، بس هو سؤال بسيط. هو انا نحفظ الايكويشنز الاخيره بس من كل ستيب صح؟ بالظبط، ده اللي انا ذكرته وده اللي انا قلته. فبليز بعد كده يعني نحترم الرولز اللي احنا اتفقنا. انا كنت رافع ايدي يا باشمهندس والله. ماشي يا باشمهندس. السؤال في الاخر، هو ده قصده مصطفى، السؤال في الاخر بعدين. فاهم اي حاجه بعد كده؟ انت السؤال ده كنا ممكن تسالوه لي في الاخر، يعني مش حاجه يعني كريتيكال ان الشاشه وقفت الحياه وقفت. فاهم؟ عشان بس ايه كمل المايك وخلي باشمهندس يكون فاتح المايك. ده اتكلمت اللي هي الحدود العمليه السوبر اليفيجن من الفاكتورز اللي انا باخدها وانا بصمم بعمل السوبر اليفيجن. الكلايمت المناخ نفسه، الادجستمنت او الادجيسنت لاند يوز، والكونستراكتابيلتي اللي هي القدره على البناء نفسها،
هل الحاجات دي كلها من ضمن اعرف انشئ اعمل سوبر ديفيجن ولا لا؟ سايد فراكشن بيعتمد على الديزاين سبيد او البيكل سبيد، سرعه السياره نفسها، البيفمنت تكشن نفسها، التاير كونديشنز اللي هي حاله الكاوتشات اللي في المركبه نفسها، كل دي من ضمن العوامل التي تؤثر على الاف اس، ودي من ضمن العوامل التي تؤثر على السوبر ديفيجن. خليني اقول ان عشان اعمل اتشيفمنت يعني اعمل سيفتي اتشيفمنت والهوريزونتال كيرف عشان احقق الامان على المرحلات الافقيه، فاحنا لجأنا عندنا حاجتين، يا اما البالانس ايكويشن. خلينا بقى نعمل بقى كده ايه، انا عرفتك اوفر اول عن اللي حصل في السلايد اللي قبل كده، وخلينا نقف نركز شويه في السلايد دي. انا بالنسبه لي ان السلايد دي اهم سلايد، دي اللي هي الكونكلوجن بتاع القديم واللي جاي. دلوقتي يتم تحقيق الامان على المنحنيات الافقيه من خلال تحقيق شيئين اساسيين، هما الاتزان على المنحنى وبالبالانس ايكويشن اوف هورزونتال كيرف اون هورزونتال كيرف، واللي هي القانون بتاعها الاي زائد الاف اس هتساوي بي سكوير على 127 الار سي، حيث الاي اللي هي سوبر الفيجن اللي هو ارتفاع الظهر عن البطن، الاف اس اللي هو السايد فراكشن وبيتجاب من دلاله السرعه، الفي اللي هو الديزاين سبيد وبيتحط بالكيلومتر على الاور، يعني بالبشمهندسين بالمناسبه ان الفي هنا انت بتحطها بالكيلومتر على الاور، والار سي هنا انت بتحطها بالمتر. طب ليه هنا ازاي بالكيلو بالكيلومتر وهنا بالمتر؟ هقول لك ان ال 127 دي فيها التحويلات. عايز ترجع للكلام ده ارجع للبروف بتاعه الايكويشنز نفسها في الاول، في الكيس الاولانيه والكيس الثاني. دي اول حاجه ان هو لازم يحصل فيه اتزان، فيه بالانس ايكويشن جوه الهوريزونتال كيرف. طب الحاجه الثانيه اللي هي الرؤيه على المنحنى. دلوقتي الراجل وهو ماشي جوه هنا جوه ادي العربيه بتاعته وعنده في عائق معين، طب هل هيعرف يشوف مين اللي جاي؟ في حد واقف على الطريق على اليمين ولا لا؟ مش هيعرف يشوف. فبالتالي ما ينفعش انشئ طريق جنب حاجه معينه جوه كيرف. ما ينفعش انشئ منحنى افقي جنب فيه اوبستراكشن معينه، جنب مبنى معين، اني اوبجكتيف، اي حاجه بتكون جنب الطريق جوه المنحنى الراجل مش هيعرف يشوف. لو سعادتك بصيت كده ادي اللاين اوف سايت، الراجل هو في العربيه اهو، ده مستوى نظره المفروض يكون مكفر الدنيا عشان ما يحصلش اكسيدنت وما يحصلش تصادم ما بينه وما بين اي عربيه، سواء كانت راكنه هنا او سواء كانت جايه من الايه من الوي الثاني او من الاتجاه الثاني. فبالتالي دول الشرطين اللي انا بتكلم عنهم، البالانس ايكويشن والسايد ديستانس اون هورزونتال كيرف، ان لازم يكون في مسافه اللي هي الام دي. الام دي هقول لك ازاي نجيبها، ازاي نحسبها، الايكويشنز بتاعتها كلها هي حلو. الام دي بتتحسب ازاي؟ المسافه من الاوبجكت لحد سنتر لاين الحاره، اهي سنتر لاين العربيه نفسها عند وجود عائق او مبنى في منحنى افقي ناحيه بطن الطريق، ده بطن الطريق اهو وده ظهر الطريق. حلو، لابد ان يبعد هذا العائق مسافه ام اللي هي الام دي، حتى يستطيع سائق المركبه من عمل مسافه توقف الاس اس دي. حلو، خلينا نقف كده عند كلمه اس اس دي، يعني الام دي لازم تكون جواها فاكتور او جواها معلومه او في الايكويشن بتاعتها حاجه عن الاس اس دي عشان الراجل يعرف يفرمل يدرك الموضوع وبعد كده يحصل عمليه الفرمله. لو في حاجه معينه في حاله وجود عائق على المنحنى ويمكن حسابه مسافة ام من منتصف الحارة الداخلية اللي هي الحارة الخارجة حتى العائق اللي هي من الام من اللي هي منتصف الحارة الداخلية حتى حتى ايه العائق نفسه. الشاشة فصلت بس هو مش جايب لحد، الشاشة عند السودة اشتغلت تاني يا دكتور معلش. كده كويسة، اشتغلت ولا مشتغلتش؟ هو انا عندي لا ما اشتغلتش عندي برضه يا دكتور. هي شغاله يا دكتور، شغاله يا دكتور بس مش واضحه يا دكتور. لا يا دكتور كده مش واضحه خالص بس كده اشتغلت يا دكتور بتقطع. لا كده مقطع خالص، رضاك مش كويس عشان كده الصوره عماله تروح. بس خلاص برضه كان بيعلق من شويه. لا الصوت كان بيعلق ده من عند حضرتك، هو خلاص كانت الدنيا ظبطت يا دكتور. انت قدامك ايه يا باشمهندس خالد؟ دلوقتي عندك البالانس ايكويشن اللي هي الصورتين اللي على اليمين والرؤيه على المنحنى، الاتزان على المنحنى والرؤيه على المنحنى، صح؟ مظبوط.
خلينا نخش على السلايد اللي بعد كده. اول حاجه اللي هي دي من ضمن الحاجات البالانس ايكويشن، الراجل ما يفضلش يفضل يمين في شمال، وبالتالي عايز تحافظ له على السرعه بتاعته، فبرضه لازم اكون برضه دقيق شويه في وانا بعمل الهوريزونتال كيرف، ما تكونش بالمنظر ده خالص. حلو. تاني حاجه ان الراجل وهو ماشي هنا بالعربيه مش شايف مين اللي واقف هنا فوق، فبالتالي انت برضه من ضمن الحاجات اللي لازم تكون تحطها in your mind اللي هي البالانس ايكويشن والسايد ديستانس اون هوريزونتال كيرف. خلينا اعمل سبوت على السايد ديستانس اون هوريزونتال كيرف، خلينا دي سبوت اكتر المسافه ما بين العائق لحد لحد سنتر لاين اللي هي الام. الام بتتجاب من الايكويشن دي اللي هي الار دي، نفتح قوس 1 ناقص كوزاين 28.65 في الاس على الار دي. ايه هي الاس؟ ايه هي الار دي؟ ايه هي الار دي؟ الحاجات دي هتعرفها ذا نيكست سلايد. حلو. طب الدي اللي هي المسافه ما بين الاوبجكت، اللي هي المسافه ما بين الاوبجكت للانر ايدج بتاع الطريق او للكتف الطريق، فبالتالي هيتساوي الام ناقص نص عرض الحاره، ده قانون الدي. حلو. والمثال ده هتعرفه في اخر الصوت ايه يا فندم؟ الصوت مقطعش عندي. تمام. اعيدها تاني. الام اللي هي المسافه ما بين الاوبجكت. صوت واطي يا دكتور معلش. صوت واطي يا فندم. حاضر علي صوتي. حاضر يا باشمهندس علي صوتي. الام اللي هي المسافه ما بين الاوبجكتيف نفسه وما بين العائق او السايت ابستراكشن لحد السنتر لاين ده. الايكويشن بتاعه الام نفسها هتساوي الار دي في 1 ناقص كوزاين 28.65 في الاس على الار دي. ايه هي الاس وايه هي الار دي؟ حاجات دي هتعرفها في نيكست سلايد. اما الدي اللي هي المسافه ما بين السايت ابستراكشن او الاوبجكتيف نفسه حتى بطن الطريق او الانر ايدج بتاعه الطريق، فبالتالي هقول ان الدي هتساوي الام كلها ناقص نص الحاره دي، نص اللين ويتس. حلو. تعال نبص على الايكويشن اللي هي الام هتساوي الار دي في 1 ناقص كوزاين 28.65 في الاس على الار دي. الاس اللي هي الستوبنج سايد ديستانس وده اللي احنا اتكلمنا فيه. حلو. الار دي ذا ريديوس فروم ذا سيركل سنتر تو ذا سنتر لاين اوف ذا انر لين اند كان بي كالكوليتد فروم ار. حلو. بمعنى هورها لك على الرسم بس خلينا نشوف الار دي نقدر نحسبها بثري ويز دي. يا اما الار دي هتساوي الار ناقص 1.5 في اللين ويتس، او الار دي هتساوي الار ناقص 2.5 في اللين ويتس، او الار دي هتساوي ار ناقص 1.5 في اللين ويتس ناقص نص في الميديا ويتس الميديان ويتس. خلينا نمسكها كيس باي كيس. الكيس الاولانيه لو هو الطريق انديفايدد وكان اربع حارات، فهستخدم القانون ده اللي هو الار دي هيساوي ار ناقص 1.5 في اللين ويتس لو الطريق كان اربع حارات انديفايدد. حلو. طب لو كان ست حارات وانديفايدد، فهقول ان الار دي هتساوي الار ناقص 2.5 في اللين ويتس. حلو. طب لو الطريق كان اربع حارات وديفايدد، اربع حارات وديفايدد، هتطبق القانون ده كله. الار دي هتساوي الار ناقص 1.5 في اللين ويتس ناقص نص في الميديان ويتس في عرض الجزيره. حلو. الفور لين اللي هو القانون بتاعها ده اللي هو نفس القانون بتاعها ده، ولكن قال لك ديفايدد يعني في ان الحاجه متقسمه، فبالتالي طرحت منها 50% من الميديان ويتس. حسبت الار دي هحطها هنا في الايكويشن هنا وهنا، حسبت الستوبنج سايد ديستانس هحطها هنا، اعرف اطلع الام وبالتالي اعرف احسب الدي اللي هي من السلايد اللي قبل كده. خلينا نخش على الامثله. دلوقتي بيقول لك في المثال الاولاني هم اربع امثله موجودين في المحاضره. If the design speed of a highway is 80 كيلومتر بالـ hour والسوبر elevation 4%، قال لك determine the required parameters make a balance on horizontal curve. احسب لي الـ required parameters اللي انا هحققها
عشان الراجل يحصل بالانس للهزوم ده كده. من الايكويشن البالانس ايكويشن اللي هي الايزا بالاف اس هتساوي بي سكوير على 127 الار، هو مديك ان السرعه الفي ب 80 كيلومتر بالاور، ومن عن طريق ال 80 دي هخش على التيبل اللي هيكون جيفن، اطلع منها السايد فراكشن مش اللونجيتيودنال فراكشن، هيطلع معايا 0.14، احط الحاجات دي كلها في المعادله دي واشوف ايه اللي ناقصني اللي انا عايز منها الار. حلو. فبالتالي حد الاي عندي ب 4% لازم احطها على 100، 4 على 100 زائد الاف اس اللي انا طلعتها من التيبل 0.14 هتساوي البي سكوير اللي هي 80 سكوير على ال 127 الار. الار طلعت لي 279.96 متر، يعني اقدر اقربها لاقرب رقم صحيح بالمتر يعني 280 متر. فاينلي في الاخر اقول له ذا مينيمم ريكوايرد ريدس تو ميك ا بالانس اون ا كيرف 280 متر. خلينا نخش على المثال الثاني. Peak performance is being tested on a large flat paved area. For this situation, عندنا two situations. Situation الأولاني بيقول لي what coefficient of side fraction must be developed. Must be developed. فتح المايك. مش منسين كل يفر المايك. أحمد جمال. إذا سجل. تزبيد السرعة بمية والديجري اوف كيرف بعشر درجات. خلينا نمسك الحل الاولانية، هو مديك السرعة بمية والدي وعايز يحسب الاف اس. بسيطة. دلوقتي احنا عندنا قانون بتاع الديجري اوف كيرف، مش الدي هتساوي الار هتساوي 1746 على الدي، طلعت منها الار. حلو. الار مش هو عايز يحسب الاف اس، ماست بي عايز يحسب وات كوفيشنت اوف سايد فراكشن، يعني عايز يحسب الاف اس. فعن طريق الـ FS هتساوي V سكوير على 127 الـ R. طب ليه ما استخدمتش قانون الـ E زائد الـ FS هتساوي V سكوير على 127 الـ R؟ عشان أنا ما عنديش الـ E. فبالتالي رجعت للحالة الأولانية اللي هي الـ Side Fraction Case اللي هي طلعت لي فيها اللي هي الـ Equation بتاعتها الـ FS هتساوي V سكوير على 127 الـ R. الـ V سكوير اللي هي 100 سكوير، المفروض هنا في سكوير يا باشمهندسين، معلش المفروض هنا يكون في سكوير، معلش، على 127 الار. الار اللي انا حسبتها من القانون ده اللي هو 1746 على العشر، هطلع لي الرقم ده طبعا يونت ليس عشان هو سايد فراكشن. طب الوي الثاني او السؤال الثاني، وات از ذا شاربست كيرف، عايز يحسب الشاربست كيرف او الديجري اوف كيرف اما تكون سرعه العربيه 100 كيلومتر بالاور والسايد فراكشن نفسها 0.4. يعني اللي هو عايز، هو مديني هنا الفي ب 100 ومدين الـ FS بـ 4 عايز يحسب الـ degree of curve. هايل. من قانون الـ FS هتساوي V سكوير على 127 الـ R هيساوي الـ 0.4 اللي هو الـ 0.4 اللي هو مدهاني، الـ V سكوير اللي هي هنا على 127 الـ R، طلعنا الـ R بنفس القانون برضو اللي هو الـ D هتساوي 1746 على الـ R، أو الـ R هتساوي 1746 على الـ D، حسبنا الـ degree of curve. فكده احنا حلينا المسألة دي في الـ two cases نفسها. الكيس الأولانية هو كان عايز الـ side fraction، الكيس التانية عايز الـ degree of curve أو الـ sharpest curve نفسها. هل سمعني؟ أيوة دكتور، سمع حضرتك. خلينا نخش على المثال الثالث. المثال الثالث، اقفل المايك يا خالد. فور ا ماكسيمم سوبر اليفيجن 0.1. حلو. كومبيوت هو مديك السوبر اليفيجن ب 0.1. كومبيوت ذا ماكسيمم ديجري اوف كيرف فور ديزاين سبيدز. حلو. هات لي الدي الديجري بتاعت الكيرف في الحالات الاتيه: اما يكون الاي ب 0.1 وعنده السرعه 50 60 70 80 100. حلو. يوزنج ذا فولوينج فاليوز فور سايد فراكشن، ومديك الماكسيمم سايد فراكشن بتاعت كل كيس مع بعضها البعض. حلو. يعني هو عايز يحسب الدي، ماشي. دلوقتي هو مديك ايه؟ ان الاي هتساوي 0.1 والريكوايرد
عايز يحسب الديجري اوف كيرف عندما تكون السرعه 50، عندما تكون السرعه 60 و70 80 100. حلو. الاف اس هو مدهاني مدهاني تحت كل سرعه. حلو. ومديك الاي موحدها لك اللي هي الاو بوينت 1. ماشي. طب البالانس ايكويشن اللي هو ايه؟ الاي زائد الاف اس هتساوي في سكوير على 127 الار. حلو. يعني اعرف اقول ان الار هتساوي في سكوير على 127 الاي زائد الاف اس. جميل. والقانون ده عندنا اللي هو 1746 على الار. طب خلينا نشوف الحل هيكون ماشي ازاي. السرعات هو مدالك 50 60 70 80 100، والاي عندي 0.1. اعرف اجمع الاف اس بتاعت كل واحده، يعني عشان احسب الرقم ده هقول ان الاي زائد الاف اس بتاعت السرعه 50. يعني هيجي منين؟ ال 0.1 اللي هي الاي زائد الاف اس بتاعت ال 0.16 هيديني 0.26. الرقم ده جه منين؟ الاي زائد الاف اس عند السرعه 80، ان الاي 0.1 الاف اس 0.13 هيديني 0.23. يبقى كده احنا خلصنا الرو نمبر 2. حلو. وعن طريق ان الايكويشن دي موجوده اللي هي ما عملناش حاجه، بس انا طلعت الار هنا لوحدها، حسبنا الار عن طريق الاي زائد الاف اس، وعندي كل وعندي السرعه موجوده بتاعت كل حال. يعني عشان اجيب الرقم ده قلت ايه؟ 50 سكوير. طب بطل الايكويشن دي 50 سكوير على 127 في 0.26. ماشي. عايز اجيب الرقم ده اللي هو 357.91. جه منين؟ اللي هو ال 100 سكوير على 127 في ال 0.22. ماشي. عايز احسب الديجري اوف كيرف، القانون بتاعه اللي هو ال 1746 على الار. يبقى الرقم ده جه منين؟ ال 1746 على ال 75.71. ال 160.67 جه منين؟ ال 1746 على ال 10.86. عند سؤال. وكده احنا كده خلصنا المثال رقم 3. مثال رقم 4. Find the minimum distance between the edge of the building exit at the inside of a curve. عايز يحسب ال D مش ال M. مش ال M. And the pavement edge if the design speed is 100 km per hour. Radius of the center line of the road on the curve is 250 meter with longitudinal slope 2%. The lane width 3.5. The median width 4 متر. حلو. دلوقتي هو مديك الايكويشن دي او مديك الداتا دي، اللين ويتس 3.5 وعرض الجزيرة 4 متر، ومديك ان الار ب 200 متر. حلو. وان الفي بال 100 كيلومتر بر اور. اول حاجة لو سعادتك بصيت على السطر الاخير اللي هو السطر اللي انا بشاور عليه ده، اللي هو القانون ام هتساوي الار دي في 1 ناقص كوزاين 28.65 في الاس على الار دي. حلو. القانون ده انا ده اللي هحطه في دماغي اول حاجه. اول حاجه عايز افكر فيها وانا بحسبها اللي هي الاس، اللي هي الستوبنج سايد ديستانس، اللي هي بحسبها من هنا. يعني الستوبنج سايد ديستانس قانونها من المره اللي فاتت 0.278 الفي في التي. الفي بكام؟ ب 100. حلو. التي بكام؟ الرياكشن تايم اللي هو اف نوت جيفن باخدها ب 2.5 ثانية. حلو. زائد الفي الابتدائية ناقص الفي النهائية. طب هل هو في في نهائية؟ هل الراجل قال لك ان هو وقف جوه المنحنى؟ هل في قابل عائق معين؟ لا. يعني مفيش سرعة نهائية. يعني اقدر اقول ان الفي الابتدائية 100 سكوير. حلو. ممكن تقول لي ناقص 0 سكوير، بس هي هياها على 254 نفتح قوس الاف ال زائد او ناقص الجي، زائد او ناقص الجي. طب حلو. هو هنا مديك اللونجيتيودنال سلوب ب 2%. حلو. يبقى 2 على 100. واللونجيتيودنال سلوب هو ما دام ما قالكش داون ولا يعني اب جريد او داون جريد او اب هيل او داون هيل، فاحنا بناخدها بوزيتيف. حلو. ال 0.3 دي جت منين؟ ده اللونجيتيودنال فراكشن بنجيبه بدلاله السرعه.
طب السرعه 100، هل بستخدم التيبل بتاع المحاضره دي ولا التيبل بتاع المحاضره اللي فاتت؟ هستخدم التيبل بتاع المحاضره اللي فاتت، واللي هيكون جيفن عند حضرتك وانت لو جالك السؤال ده في الامتحان. حلو، يعني الاو بوينت 3 دي اللي هو الاف ال اللي هو اللينجيتيودنال فراكشن بتاع اللي ديبند على السرعه. هتخش في هتفتح السلايد بتاع المحاضره اللي فاتت، هتخش بالسرعه 100، هتطلع ان الاف ال عند حضرتك باو بوينت 3. يبقى فاينلي في الاخر حسبت الستوبنج سايد ديستانس طلعت لك 192.35. حلو، يبقى كده انا خلصت الترم ده. محتاج احسب الار دي. الار دي احنا عندنا 3 كيسز، يا اما 4 لين انديفايدد، يا اما 6 لينز اي انديفايدد، يا اما 4 لين وفي ديفايدد عن طريق ميديان. طب هو هنا في ميديان؟ اه في ميديان. انا ما حددتلكش قد ايه اللينز، فانت هتاخدها باي ديفولت اف نوت جيفن، وانا مديك ميديان فانت هتاخدها انها 4 لين وبتكون ديفايدد بيكون فيها ميديان. حلو، طب القانون بتاعها اللي هو ايه؟ قال لك ال 250 ناقص 1.5. هرجع لكم بالسلايد اللي قبل كده عشان تبصوا على القانون. اهو ان الار دي هتساوي، باشمهندس خالد الصوره واضحه؟ الصوره لسه حالا واضحه، اللي هي في سلايد 21. ايوه، اللي هو الام بيساوي الار دي. تمام، اخر كيس خالص دي اللي احنا هنشتغل عليها عشان كان فيها ميديان. انا ما حددتلكش انها 4 لين ولا 6 لينز ولا اي حاجه، ولكن ان انت ساعتك هتاخدها لو ذكر كلمه ميديان فانت هتاخدها في الكيس الحاله دي. ولكن في حاله الانديفايدد فانا لازم اي ماست ان انا احدد لك ان انا سلكت معاك ايه النمبر اوف لينز اللي عندك في المساله. اوكي، فاحنا شغالين في الكيس اللي هي الاخيره، اللي الار دي هتساوي الار ناقص 1.5 في اللين ويتس ناقص نص في الميديان ويتس. خلينا نرجع للسلايد الاخيره. يعني 250 ناقص 1.5 في اللين ويتس، اللين ويتس هو مديهاني بكام؟ ب 3.5. حلو، ناقص نص في الميديان ويتس في 4 متر. هيطلع لي الرقم ده، محدش يقول لي قربه لك، لا احنا هنا مش وقت تقريب، انا عايز احسب الام، فالرقم لازم يطلع اكيوريت، مش هقعد اعمل ابروكسيميت لكل حاجه انا بشتغلها. يبقى ان الام هتساوي الار دي، اهو طلعت ان الار دي 242.75، 1 ناقص كوزين 28.65 في الستوبنج سايد ديستانس اللي هي 192.35 على الرقم ده طلع لي 18.84. طب هل هو عايز الام؟ لا، هو مش عايز الام، هو عايز الدي. الدي من الايكويشن اللي فاتت هوريها لكم، اللي هي دي، اللي هي المسافه دي. فانا بالتالي هقول ان الام ناقص نص عرض الحاره دي، ناقص نص عرض الحاره دي. فخليني اوصل للاخر ان الدي هتساوي الام اللي انا حسبتها هنا ناقص نص اللين، واللين ويتس نفسها ب 3.5، يعني اقول ال 18.84 اللي هي الام دي ناقص نص في 3.5، نص عرض الميديا، نص عرض الحاره، هيطلع لي 17.09 متر. يعني دي المسافه اللي هتكون ما بين الاوبجكت نفسه للطريق نفسه، مش يعني او الانر ايج بتاع الطريق او بطن الطريق. انا كده انا خلصت. تمام، انا خلصت. خليني بس كده قبل ما اسمع الاسئله بتاعت حضراتكم، باشمهندس خالد يفتح بس المايك. خليني بس كده انا هسمع جميع الاسئله، بس ادوني بالظبط 3 دقايق. انا هعمل دلوقتي الغياب، وبعد كده ابتدينا من المره الجايه، وهنزل لكم الغياب ده في الكونفرزيشن بتاعتنا اللي احنا على المايكروسوفت تيم. ثانيه واحده، باشمهندس خالد تقول لي بس جمع